أنا مبهور بحاج الماحي، مادح سيدي الماليه تاني متيل، وإسماعيل حسن حين غنى وأسفاي لو ما جيت من زيديل، وبعثمان حسين والدابي والطنبور. أماس الحنين، برنامج من إعداد وتقديم أسامة حمزة. القمر المغطي الحلي بيضي السمر غوافيا، لحن البديت ومعاكي قبل الدنيا كانت ما. أماس الحنين، أماس الحنين. الأخوة والأخوات متابعي برنامج أماس الحنين، أهلا وسهلا ومرحب بكم في الحلقة الرابعة من سلسلة حكاوي الذكريات مع الفنان العملاق صديق أحمد. في حلقاتنا الفاتت وقفنا على كثير من التفاصيل في مسيرة صديق، وتكلمنا عن بدايات صديق وعلاقته الفنية والشخصية بالفنان الراحل محمد وردي، وعن فترة تولي صديق أحمد لمؤسسة نادي الطنبور، وجاء كلام كثير عن ما يدور في الساحة الفنية وذكريات صديق أحمد عبر هذه المسيرة الجميلة الطويلة. ولمواصلة حوارنا قمنا باستطلاع بعض الأخوة من أصدقاء ومتابعي وعشاق الفنان الجميل صديق أحمد في جلسة كان ضيف الشرف فيها الأستاذ صديق بحضور الأخوان سعادة اللواء الشاعر عبد الرحمن حسن سيد أحمد، والعم علي فقير عبادي، بشير محمد حسن، طارق علي صالح، التاج عبد الرحيم حسن حسين، السر المبارك، بحضور الشعراء خالد الباشا وخالد علي عبد الرحيم، والأخوان أحمد بشير سعيد، والفنان الجميل عبو التبوري، والفنان الشاب ود أحمد، والأخ الصحفي زاهر الكندري المشرف على صفحة نفحات الريف بصحيفة الوفاق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عبد الرحمن حسن سيد أحمد مريو الشريك، أنا حقيقة سعيد يعني بوجودي وسط الإخوان ديل، يعني من زمن الواحد ما قابل ناس بالبشاشة وبالجمال دي يعني، وسعدت جدا يعني في ناس التقيت بهم في فترات سابقة يعني، وطالبين العهد ما التقيناهم والليلة التقيناهم. وأستاذ مصديق يعني أنا في ذاكرتي وأنا لسه في البدايات الدراسية، كان جغن عندنا في مريو شريك لأخونا حسين علي حسن علي عبد الله، كان معه في الدبة في مستشفى الدبة، وجا شاركه في صبحية كانت فريدة من نوعها، وكانت أول مرة الناس يعرفوا غنى الصبحيات، لأنه كان أستاذ صديق مرتبط بحفل في البركة الوقتها. أنا بس رايح عليه الحكاية من 66 يا 66 يا 67 يا 68 63 سنوات، لأنه أنا بعدها مشيت بورسودان أذكر للدراسة مع الوالد عليه رحمة الله. فمن الزمن الجميل لك، ويمكن كذا كان الزمن الجميل، نحن بدأت تتشكل بداياتنا، وصار صديق حقيقي يشكل وجداننا يعني. أنا ظللت يعني أقول الكلام ده، ونحن مدينين له كل العمالقة اللي كانوا في الزمن الجميل معاه من فنانين وشعراء، يعني شكل وجدانياتنا في فترة من الفترات، ويمكن ده المعين اللي بنلهل منه لازلنا يعني من الوقت ذاك لحد الآن. يمكن في أخواننا الثاني برضو حضروهم في منتصف المسيرة، لكن إحنا حضرناهم من بداياتهم يعني، الناس دي الأساس الكبار دي. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يديم عليه نعمة الصحة والعافية، ويعيد لنا سالم معافى يعني، ويرجع يعني يطرب ويغرد في حقل الإبداع زي كما عهدناه يعني من أول إن شاء الله. وللأخوة كلهم الأمنيات بالسعادة، وخاصة نحن مقبلين على أيام بتاعت فداء، وأيام بتاعت عيد الأضحى المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيد علينا وكلنا نعمة الأمن والطمأنينة والعافية والصحة، تنتظم الناس كلهم يعني والبلاد منهم. Yeah.
الحنينة. نحن حقيقة عملنا استطلاع من عدد من محبي ومعجبي ومتابعي مسيرة الفنان صديق أحمد، وحاولنا أنه نخلي الحلقة دي على شكل فقرات، يعني ناخد استطلاع نرجع نواصل في أزيلتنا، ناخد أغنية بين الاستطلاع وبين السؤال. بنتكلم عن الكوارث أو الفرق المصاحبة والممارسات الهسة بيمارسوها من هو يعتبروا شكل في الكلوري. يعني أنا قلت لك بأنه أنا متحفظ على بعض التفاصيل فيه يعني، لكن خلينا نقول ودي بتبقى المستمع نفسه هو الآن بيلاحظ ليها، يعني الكوارث اللي بيصير أنه في حركته لازم الغبار تقوم، لازم يقلع لمؤاخذة جزمته يجدع فوق الناس، لازم يرقص وكده. هم طبعا بيعتبروا ده نوع من الإبداع، لكن كل دول أنا بعتبر ده همج. ما في إبداع إنك تكتح الناس بالتراب يعني، ما في إبداع إنك تقلع جزمتك لا مؤاخذة تجدع فوق الناس يعني. ما ممكن أصلا. بعدين أنا جاي الناس، أنا جاي أطربهم ولا أكتحهم؟ لا هو جاي يكتحهم. إذن ده لا يصلح في الكورس، ودي مسؤولية الفنان يعني، ما مسؤولية الكورس يعني، ولا مسؤولية نحن أصلا مسؤولية الفنان. مفروض الفنان ده يتحكم في أي. الناس اللي بيغنوا مثلا مع كثير من الفنانين الآن في الساحة منضبطين جدا يعني، لأن الفنان قادر يمشي كلمته عليهم. في ناس مبدعين لحقيقة، في ناس مبدعين ما بنقدر ننكر دورهم، في ناس مهرجلين، وفرق بين المهرجل والمبدع. طوالي بادي ريت في عيونك كان طوالي بادي، وشوق من حديثك ننسى فيه عادي، كنت حنين وغادي حنين وغادي، وطبعك ما بتعادي ما بتعادي، لك حاضن ودادي حاضن ودادي، مشتاق لأمانك مملوك غرورك يا سلطان زمانك. الأماسي لما دهرنا صافي، الأماسي لما دهرنا صافي، أيام ما كناسي ما كناسي، ونريد ما كخافي ما كناسي، ونريد ما كخافي، صوتك يا سيري دافي يا سيري دافي يا سيري دافي، يملك ذيب عافي مملوك غرورك يا سلطان زمانك. يا سيري دافي يا سيري دافي، يملاقي لي بعافي يا سيري دافي، يملاقي لي بعافي، ما دون الليل ما في الليل ما في غير فقد حنانك، مملوك غرورك يا سلطان زمانك. حبيبي
أجمل وعودك أجمل وعودك وما أجمل وعودك في ماضي الليالي وما أحلى وعودك ثم يقيف قبالي قل ليلة تبالي أنت عزيز وغالي عزيز وغالي قل ما راضي حالي ما راضي حالي سيبني أموت عشانك ومنك غرورك يا سلطان زمانك أني بيت ليبك والله بيت مكانك أني بيت ليبك والله بيت مكانك كل نسيت حبيبك والله فقد حنانك كل نسيت حبيبك والله فقد حنانك يا مملا وجودك يا سلطان زمانك دنيا من الأماني عشتها في ظلالك من الأماني عشتها في ظلالك إبداعات أغاني منيحة جمالك إبداعات أغاني منيحة جمالك عجبني حالك عجبني حالك قل لي نسيتني مالك عجبني حالك قل لي نسيتني مالك اوعى تاخد في بالك نغنى بخالك ونق غرورك يا سلطان زمانك اللي بعيد قليبك والله بعيد مكانك اللي بعيد قليبك والله بعيد مكانك اللي نسيت حبيبك والله فقد حنانك اللي نسيت حبيبك والله فقد حنانك يا ونق غرورك يا سلطان زمانك أماسي الحنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبود تبوري القرير حي الشاطي. اولا يعني بحيي كل الحضور وبشكر الاخ اسامه انه يعني عمل لنا اللفته الجميله دي والتقينا بالاخوان وحقيقه يعني لينا مده طويله جدا ما تلمينا لمه زي دي ان شاء الله دائما لامين متامين ان شاء الله ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين كل سنه والسودان بخير وشكرا لكل الاخوان وشكرا لاخونا اسامه وداره دائما عامر بالضيوف والاخوان وجزاك الله خير وشكرا جزيلا. ناموا من عمين ارتاحوا صنقر في الهجيره حرسوا خذ يوم جنبي طب ما لاحوا تمرين الليل جود قسموا وراحوا والله جود قسموه وراحوا ما عارفش الله حذر لجداول سقيته حذر لجداول سقيته بوش القباحة شاحوا جاو قالوا لي من وين جبتوا باب لما بعد صباحوا تمرين الليل جود قسموه وراحوا والله جود قسموه وراحوا ما عارفش يوم سلى الجراب شقا يوم سلى الجراب شقا شميت لعطور الفاحو شفت جماعتي قاموا تلموا كل واحد يزيد في صياحه تمرين الليل جود قسموه وراحوا والله جود قسموه وراحوا فتخليت حقوقي ورحت لناس بالعدالة طاحوا أشكيلهم عذاب البيا قاضيهم تصيبني رماحوا تمرين الليل جود قسموه وراحوا والله جود قسموه وراحوا ما عارفش
حزنان الدباس في فريقنا، حزنان الدباس في فريقنا، ما طول ليالي فرحو يبكي معايا حتى الدابو، ما تعلم يفر لجناحو تمرين والله جود قسموه وراحو الليلة جود قسموه وراحو توكل على الله صبر دا، اتوكل على الله صبر دا، كل من خلقه أقوى سلاحه ينصر لي ضعيف في الدنيا، كان الهم كتير يتاحه وتمرين الليل جود قسمه راحه، الليل جود قسمه راحه، واحد قال نقسم علينا، واحد قال كثير يرباحو، عقد الراي عليه والديري قلبي جريح وزاد جراحو تمرين الليل جود قسموه وراحو والله جود قسموه وراحو الحنين. عمنا على فقير، انت يمكن الناس اللي رافقت صديق لزمن طويل، يعني خلينا نقيف معاك شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الواحد يعني يجي في البدايه انه يسجل سعاده غامره بهذه الجلسه في منزل الاخ الكريم اسامه حمزه، واظن انا لاول مره يعني اجلس في مثل هذه الجلسه الخاصه في منزل الاخ اسامه، واظن يعني بعض الاخوان زي يعتادوا على مثل هذه الجلسه من الحاضرين معانا الان يعني، والواحد يتاسف على اي جلسه زي دي فاتته يعني في المراحل اللي فاتت يعني مهما كانت ظروفنا ومشاغلنا يعني. والحقيقه يعني الواحد سعيد جدا بهذه المجموعه من الاخوان الذين ما عرفنا فيهم الا كل الطيبه وكل الاخويه وكل الاخلاص، ايضا تجمع يعني العديد من الاخوه اصحابنا الحس المرهف من فنانين وشعراء وملحنين وكذا، والحقيقه يعني تزيد السعاده عندما يعني الواحد يجد في هذه الجلسه أخ عزيز ورمز من رموز الأغنية، أغنية الطنبور. أنا دائما لا أحب أن أسميها أغنية الشايقية كما يقول بعض الناس، لأنه هذه الأغنية قد امتدت على امتداد السودان. فالحقيقة يعني الواحد سعيد جدا أنه يكون في جلسة زي دي وفي حضرة الأخ الرمز الرقم صاحب البصمة الواضحة جدا في هذا المجال، أخونا الأستاذ صديق أحمد التاجر يعني. والحقيقة أنا يعني علاقتي أو ارتباطي بصديق قديم جدا، قدم بداياته يعني. أذكر بداياتي مع الأخ صديق كانت في 72 وكانت في زواجي حقيقة يعني، وأنا كنت زميل لخاله المرحوم صديقي العزيز أحمد عبد الواحد، وعندما جاءت فترة الزواج وكنا زملاء في العمل العام أنا والأخ أحمد، كان هو من تكفل بأنه يجي صديق ويحيي حفلات هذا الزواج، وجانا الأخ صديق. والحقيقة حفلاتنا أو حفلاته في ذلك الوقت كانت حفلات يعني تحفل بأشياء جميلة جدا، منها أنها كانت في الهواء الطلق وفي الطبيعة على الطبيعة يعني. إحنا كنا نجلس كل المحتفلين رجالا ونساء والعريس والعروس وأهلنا وأهلهم كلنا تحت النخيل في ظلال النخيل، والأخ صديق كان هو الفنان الذي يشدو ويغني هذا في الصباح أو في النهار، أما بالليل فعلى الرمال وعلى القمر وكذا وكذا. فكانت الحقيقة يعني أيام جميلة جدا. الأخ صديق ده قضى معاي 7 أيام في زواجي، ظليت يعني أنا أدي له بكثير من الفضل في هذه المسألة التي قام بها. وأذكر أنه كانوا من الإخوان الأعزاء والأصدقاء اللي كانوا هم الكورس بتاع صديق دون تخصص،
يعني مش الكورسات الناس اللي بيشيلوا كورس هسه بيقوا ناس متخصصين وناس زي محترفين، لكن كانوا الناس اللي معاه كان الأستاذ جعفر فارس والأستاذ طيفور وأخونا أزرق، كلها يعني ومحمد موسى، وكلنا كنا يعني كلنا كنا كورس لصديق يعني في ذلك الوقت يعني، ولكن ما كنا متخصصين، لكن هكذا كان الحال يعني في ذلك الوقت. ومن الحياة الطريفة التي أذكرها يعني أنه في ذلك الزمن كانت العربات ضئيلة جدا، ما في عربات، عربات بسيطة جدا، فكنا عندما نتحرك يعني مثلا من بيت العريس لبيت العروس أو العكس لا مؤاخذة كنا نتحرك بالدواب، رقص الديك دي يكون راكب له في حمارة أو في واحدة من الناي شايل ماسك المايك في يده، واحد تاني راكب في حمارة أخرى شايل الهورن، واحد كمان بهناك شايل البطارية، والباقي ماشيين برجول يشيلوا مع صديق ويصفقوا كده. فكان منظر يعني منظر أول حاجة يوري أنه الناس كانوا بما عندهم يتغلبوا على كل الصعاب اللي كانت موجودة آنذاك في حياة الناس يعني، ورغم ده كله كانوا يملوا حياة الناس فرح وبهجة وطرب و فالحقيقة يعني الأخ صديق يعني تاريخ حافل. صديق غنى في زواجي 72 وغنى في زواج كل أولادي اللي تزوجوا أسي في السنوات الأخيرة يعني، والحمد لله. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يدي الصحة ويدي العافية ويدي العمر المديد، كمان يجي يغني في زواج أولاد أولادي إن شاء الله تعالى لو ربنا مد في أيامنا يعني. فأنا والله سعيد غاية السعادة بهذه الجلسة، وأسوق الشكر كله لأخونا أسامة على أن هيئ لنا هذا المقام، وكذلك يعني الشكر يمتد لأخونا بشير الضو، هذا الرجل الذي يمثل يعني يمثل حقيقة في تقديري زي خيط السبحة يعني، ينضم كل الناس حول شيء ما هو يستطيع ذلك حقيقة يعني. فالحقيقة هو الذي يعني أخبرني بهذا ودعاني وأصر علي جيتي، ويمكن كمان حفزني للمجيء لأنه قال لي صديق أحمد التاجر جاي. برضو أنا يعني سعيد جدا أنه يكون تجوري معانا في الجلسة دي، وهو رجل أيضا يعني من الفنانين الذين ملؤوا الساحة في هذا الضرب من الغناء بشكل واضح جدا، وأصبح يعني له جماهيرية. نتمنى له كل التوفيق وكل السداد. أنا والله سعيد جدا ويتمنى لكم كلكم الخير والبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يمر علينا هذا العيد وكلنا يعني سعادة وكده، وكل سنة وجميعنا بخير إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذنا صديق. بعد ما سمعنا كلام عمنا علي فقير عبادي والذكريات الجميلة اللي سرد لنا يعني، هنرجع لمحاور حلقتنا القبيلة، وكنا نتكلم عن المواقف اللي قابل الصديق في الحفلات، أو بتقابل صديق كان الزمان في حفلاته ومناسباته، ونرجع نتونس فيها تاني يعني. خلينا نتذكر مواقف يعني، أنت بتكون بتغني تقطع لك سلك طنبور مثلا هو، أو مواقف مشابهة يعني في الحفلة كتير، وطبعا حكاية السلك تقطع دينا عندي كتيرة جدا نعم، بس أنا بقوم أتحايل على الطنبور بحيث أنه ما يصهر ولا في ذول بحسب الحاصل. أنا يصادف يعني كتير بيشتغل بأربعة سلوك والناس بيعتبروها خمسة، ما فضل منتبه ليه، ما فضل ينتبه. أنا ما بقوم أصلح طنبوري ده أثناء الغنى يعني، أيوة إلا في الفاصل. هو طبعا العمل كله جماعي نعم. إذا كان رقص أو صفقة أو بالشير إيقاع كله جماعي مكمل لبعضه، فنحن يستحيل توقف طنبورك ده وتطلع عشان تربط سلك تقطع أو سلك أو سلك تقطع سيد قطع شنو ما يشتغل بأربعة. لكن ده أقول لك حاجة، أيوة. هو زمان ما كان في المايك، النيك مايك ده اللي بيسموه مايك البلح يعني، الفنيين بتاع السام بيسموه مايك البلح اللي هو بيكون أصلا ناقل صوت الطنبور، لو كان فيه ما كان ظهر مصدق ده شغال بأربعة سلوك. أيوة والله لو بيقن مايكين ما يظهرين قول لي ليه نعم. ما أنت أصله الطنبور ده بيختلف عن العود، العود فاضي مليان بيشتغل، الطنبور ده كله أصبح فوق سلك، أيوة فاضي كله ما بيشتغل، أيوة مليان كله ما بيشتغل خالص. انت ممكن يكون أصبعين مرفوعات، ثلاثة مرفوعات في وقت واحد، لكن في اثنين قافلات لازم نعم. فأنت ممكن إذا الفترة اللي تقطع فيها الطنبور دي أنت ممكن تشتغل بأربعة أصابعين، باعتبارك أنه أنت ممكن تشغل اثنين ثلاثة في واحد بيكون ثابت،
لغاية ما يجي فاصل تغير فيه بسيطة جدا. طبعا يعني زمان الواحد بيعتمد عليه مهارته في العزف وكده، هسا ما الناس كبرت وفترت ما عادت الناس الزمان، عشان كده انت ما بتقدر تتحرفن. يعني انا قبل كده في حفلة فقعد اخونا قال لهم يا جماعة صديق ده يغش الطنبوب، مرات يكون عنده سلك مقطوع وهو يشتغل وما في زول ينتبه. فالمسألة بتوقف عليه حسب إمكاناتك على العزف أو اللحن أو أي شيء تمشي معاه حسب الظروف الماشية، باعتبار أنك ما تعمل أي خلل في شغلك. بعدين الصلاة الطنبور ما يقع واحد معك دليل، فالإيقاع ده أنت عندك 5 سلوك بيشتغلن، يعني عادي جدا أنت ممكن تشتغل بـ3. يا طنبور وجود يا الحاني غن، يا طنبور وجود يا الحاني حللي سيروري حللي ريديو ناجاني شال سمحتو جاني ريديو.
المستمع الكريم، نحن لازلنا في حكاوي الذكريات في حضرة الفنان الجميل صديق أحمد، وفي استطلاعاتنا من معجبي ومحبي الفنان صديق. وقفنا مع واحد من شباب ساحة أغنية الطنبور، وهو واحد من الناس الأثروا ساحة الأغنية، أستاذنا الشاعر خالد الباشا. أهلا بك وإنت في حضرة الفنان صديق أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا حقيقه انا سعيد يعني باللمه دي، وسعيد بالناس اللي بنعرفهم اصلا ومشتاقين ليهم وما لميناه لنا زمن، وسعيد بالناس اللي ممكن نعرفهم اول مره، يعني اول يوم نلاقيهم الليله. لكن كان بدينا في التحايا، فنبدا ببشير. يعني بشير غير المكان ده علمني من الناس في امكنه كثير، يعني يكفي انه قاعد في دكان وقلبه يعني نادي طنبور ونادي حاجات كثيره كده، يلين فيه الناس يلين فيه المبدعين. وانا حقيقه قدام صديق احمد ما اقدر اقول الكلام، يعني لانه يعني العلاقه بيننا وبينه من زمن طويل، ان نقعد جنبه نلزم الصمت، يعني ما في شيء قاعد نقدر نقوله ولا قاعد نقدر نقول حاجه. يعني وامس انا كنت بقطع فيه مع اسامه حمزه هنا بالليل، يعني كنا بنسمع في الحلقات، وكنت بتكلم عن يعني عن الصوت ده وعن الجمال يعني في صديق احمد، وما نسحر كنا بنتكلم برضو عن ذاكرتك ما شاء الله القويه، في انك مبارك كنت توثق وتسرد يعني في الاغاني وفي الشعر وفي كده. ربنا يديك الصحه والعافيه ويديك ويجيبك لنا طيب ان شاء الله. I'm
المسيرة الطويلة الجميلة عامرة بكم هائل جدا من الإبداع، كبير جدا. صديق في تقديري أنا الغنى اللي غنى للسواقين وللباصات ما كان بمستوى أغنيات كبيرة غناها صديق أحمد. أيوة، هو ما أنا كفنان وعبد الله الله يرحمه كشاعر وكأولاد منطقة، يعني أنا ما طعم بالإضافة لشاعريته الجميلة دي برضو منطقتي، يعني نعم يعني أنا بعيش في أشعاره، لكن في جلساتنا بنكون سوا باعتباره أنه يعني ولدنا. ففي شرايح كثيرة جدا غنولة، من ضمن الشرايح دي أخوانا سايق الباصات، ودي الناس مبدعين جدا. أنا أتذكر بدري وعبد الله بن ناصر كان متخصص جدا في شعر الباصات. نعم نعم. طيب أستاذ صديق، خلينا نأخذ إفادة من استطلاعاتنا اللي عملناها ونرجع تاني نتكلم عن موضوع الباصات والسفر والغنى اللي تغنى لسائقي الباصات والمراكب والبواخر وكل التفاصيل دي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. السير المبارك صاحب الجلاس، حقيقة الواحد في الأول يشكر ابننا أسامة حمزة الصادق ورحم الله والده، كان صديق عزيز لي وكلنا ابن منطقة واحدة، منطقة الشاطراب والجلاس، ونشكر جدا جدا انه هيا لنا الفرصة دي انه الواحد يقابل يعني اخوان عزيزين ومن ضمنهم الاخ صديق احمد. صديق ده تربطني به علاقة حقيقة، يمكن قبل يخش الاذاعة الناس يمكن لا تصدق من زمن كريمة ومروي، وبعد ده جينا وقعدنا قبل ما قناه يسجل مع اسماعيل حسن، الناس لو اللمبة قالت بق وتاريخ قديم يمكن الناس يكون الفاتح ده الزمن داك ما عارف، كان يمكن في الكتاب والله لسه. فالواحد حقيقة يشكر أسامة لأنه عاد لنا ذكريات جميلة جدا 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 مع أخونا وصديقنا وحبيبنا صديق أحمد، والأخ علي فقيرة حقيقة ذاته ما خلى لنا حاجة يعني نتكلم فيها عن صديق أحمد يعني. فالواحد في النهاية يتمنى لصديق الصحة والعافية والقبائل قبائل العيد، يعني إن شاء الله نتلاقى وجزاكم الله خير والسلام عليكم.